السلطان الذي انهار باكيا وأخذ يتوسل إلى من ظنهم جلادين بأن يسمحوا له بصلاة أخيرة، هو أيضا السلطان الذي لم يتخلف عن صلاة طوال حياته ولم يرتكب أي خطأ أبدا. هذا هو أعزائي موضوع هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. ندعوك طبعا عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. السلطان الذي نتحدث عنه أعزائي هو السلطان سليمان الثاني ابن السلطان إبراهيم الأول والسلطانة ديلاشوب. عاش 49 عاما ما بين 1642 و 1691، إلا أنه قضى منها 40 عاما في القفص وحوالي 9 سنوات طليق، منها 4 سنوات عاشها كسلطان و5 سنوات عاشها طليقا في عصر والده. تولى الحكم بعد أخيه محمد الرابع سنة 1687، وكان أنذاك في 45 من عمره. يروى بأنه عندما ذهب إليه الرجال في قفصه ليبايعوه ويخرجوه من حبسه ظن بأنهم قد جاءوا لقتله، فأخذ يتوسل إليهم باكيا بأن يسمحوا له بالصلاة للمرة الأخيرة. ولقد أخذ الأمر منهم جهدا ووقتا كبيرا حتى يقنعوه بأنه سيتولى حكم السلطنة وبأنهم لم يأتوا لإعدامه، ولقد تم سحبه ليجلس على العرش بصعوبة بالغة جدا. ليس غريبا أن يطلب سليمان الثاني هذا الطلب، وهو الذي عرف بالتزامه التام بالصلاة حتى وصف بأنه السلطان الذي لم يتخلف عن صلاة أبدا، حيث كتب عنه في كتاب الدولة العثمانية المجهولة. تلقى تعليما جيدا في شبابه وكان خطاطا مشهورا في عهده، كان سلطانا مستقيما ولم يتخلف عن صلاة واحدة طوال حياته، ولم يصدر منه أي فعل أو تصرف يخالف الشرع، ولم يغضب على أحد. والسلطان سليمان الثاني أعزائي هو ذلك الطفل الصغير الذي كان يختبئ مع والدته ديلاشوب في علية جناح السلطانة كوسم ليلة قتلها، حيث كانت تريد أن تخلع أخاه وأن تنصبه هو بدلا عنه. وبعد تلك الحادثة وضع سليمان وأحمد في القفص، ولقد أراد أخوهما محمد الرابع إعدامهما عدة مرات، وذلك بإعاز من مفضلته جولنش، إلا أن والدته تورخان منعت ذلك. هذا الأمر جعل سليمان ذو شخصية ضعيفة، ورغم عن أنه قد حافظ على مداركه العقلية إلا أن سنوات الحبس الطويلة قد أثرت فيه كثيرا. لم يرزق السلطان سليمان الثاني بأولاد، وذلك لعدم السماح له بالإنجاب عندما كان أميرا، وفي سنوات سلطنته القصيرة لم يرزق بطفل رغم عن أنه اتخذ عدة زوجات. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.